اصل تشمر كمان، تشمر والله تمر، ثم تصير يدك حمراء والله تمر. انتوا ايش تسموه هذه اللي زي كذا؟ اللي يضرب من ورا ويدور يدور ولا واحده. طبعا انتوا ما تسووا كذا، انتوا سووها كيف سووها هم؟ كذا كذا صح تسووها كذا صح؟ اللي يضربك واحد يضربك من ورا اللي يدور احنا كذا طبعا. انتوا كذا صح؟ لاني شفت ناس يلعبوها بالطريقه هذه تقريبا. ايوه في ناس عشان كذا، عشان بس يضرب يداته فهمت؟ ايوه المهم هذه احنا نسميها ايش؟ طبز. ايوه هذه طبز. مين ضربك يعني؟ يا رجل اقسم بجلال الله لعبناها مع واحد، الولد ده والله العظيم انه ندم اخر اللعبه، بكى والله اوف والله انه انجلد جلد. انا اقول لك هي على حسب مستوى الشيطان، طلع دم. في ناس يقول لك ان العبها لمسه وانت اختار مين اللي ضربك. لا في ناس لعب حقيقي اقول لعبها الحين. هي اللي تضرب ثم تدور. طيب يلا العبها، تعال قدام، يلا تعال تعال يلا العبها. لا لا تعال تعال، لا يده كبيره، تعال 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 خليه تعال تعال تعال، انا ابغاه من زمان. تعال تعال لا يا شين، تعال تعال لا ما احب هذه انا. تعال 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 شوي يشوف في الكاميرا. تعال كذا تعال كذا تعال كذا تعال كذا كذا ايوه كذا 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 ايوه كذا خليك كذا. عندك يا هشام، لا تلف لا تلف لا تلف مره، لا تلف عندك يا هشام، ما تلف لا يمشي مشاش مشاش مو بقوه، عندك يا هشام عندك يلا خلاص انت. لا والله لو هشام هشام ضربتني، ضربت شايع ضربني والله كنت بشر عليك بس وجهه كذا يا اخي. والله العظيم يلا 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 والله برانيك انت يا لف 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 هو اللي طلب هو اللي جلد بالله مشاش والله ضربه قويه اني اجلدكم. لا شين لا اعطيكم بعلبه واحده، الكثره تغلب الشجاعه عندي كذا. انت لا انت لا والله سهيل، شوف اذا والله سهيل قحطاني اذا عرفت يجي مكانك. يلا والله اني طولت يا ولد، ايش قوم تبي تطول بعد زول؟ لا تخاف اديله. الله اكبر عليك انت. لف 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 اعطيني رياكشن يلا، انا متحمس ودي اعطيه واحده. اوه فول كنت انت معلق عليك. من هو ذا؟ راحت عليك اسبوعين، واحد من المكان تلعبها ولا بتلعبها انت؟ ما بدنا تخيل والله، ما بدنا تخيل، بطلنا خلاص. بدك والله لا نبيك بكره يا ابوي بعد هذه. في ناس اخر واحد ضربك، في ناس لما يلعبوها في استراحات يحطوا جنبهم سطل ثلج. سهيل ابغاك تسوي كذا، في واحد يتلسع كذا كذا. اوف يا هشام بس ضربتي ترى هي بس ضربت الحال. والله هشام على رايك، اقسم بالله ان الضربه هذه اقل ضربه يعني انت تتكلم. ايه انت تتكلم على ضربني هشام، انت تتكلم يا شايب ما تدي على انا ابغى اربشه فاهم؟ لازم ايه لازم نربشه. انت تتكلم ابوها 7 8 والله تنسطل هناك. تتكلم على الضربه، على الضربه حقيقيه اللي تيجي مع لفه، اللي انت تلف لما تلف، عرفت انت تلف انت تلف هذه حتى ظهرك يضرب. تخيل ما عاد تعال قوم قوم. لا والله ما حضربك قوم. تخيل دحين واحد قدام هنا تمام، الاثنين احنا نضرب ونلف، واحد